السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مينو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم الجزء الثاني من طقم التوب وهوت شورت. الطقم الجزء الثاني وهو الهوت شورت، هتلاقي لينك الجزء الاول في الوصفه اسفل الفيديو. انا هشرح لكم الهوت شورت ده بالتفصيل. هو هوت شورت مربع الجراني او هوت شورت الجراني، شورت الجراني. اوكي هشرحه لكم بالتفصيل، بس ما تنسوش تشتركوا معي في القناه، فعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. ودلوقتي هبدا اشرح لكم طريقه عمل الهوت شورت. ودلوقتي هبدا اشرح لكم طريقه عمل هوت شورت بغرزة الجراني. مبدئيا كده علشان ننفذ الهوت شورت ده لاي مقاس حابينه، بنحتاج ان احنا هنشتغل ونرتفع بالاسطر لحد ما بتوصلي المقاس دوران الهانش. المره دي مقاس دوران الهانش، ركز مع بعض. تمام، طيب مقاس دوران الهانش اللي انت هتاخديه اللي احنا هنعمل لها الهوت شورت على اي مقاس. انا مش هحدد لكم مقاس معين، لان بالنسبه بنرتفع بالاسطر لحد ما بنوصل زي ما وضحت لك مقاس دوران الهانش. طيب احنا بناخد مقاس دوران الهانش بتاعنا اللي احنا هنعمل لها الهوت شورت، بناء عليها هنوقف التزايد بتاعنا. بس بنقسم مقاس دوران على 2، يعني وليكن مقاس الدوران، تمام، الدوران مقاسه بيبقى 80 سنتي، هنقسمه على 2 هيبقى 40 سنتي، لان احنا الهوت شورت بتاعنا هنعمل الوش لوحده والظهر لوحده. فانا عملت الوش او الظهر الاتنين بيبقوا مقاسين نفس المقاس ونفس عدد الاسطر ونفس كل حاجة بنشتغلها. تمام، انا عملت كده وليكن الوش. تمام، هنعمل القطعة التانية، احنا بنحتاج قطعتين كده. فانا بالنسبة لي المقاس الدوران بتاعي 40 سنتي. تمام، نص المقاس، هو المقاس الدوران كله 80 سنتي، فبنقسمها على 2 بيبقى 40 سنتي. تمام، فوقفت التزايد، ارتفعت بالاسطر لحد ما وقفت التزايد الجزء ده كده. تمام، الجزء ده عندي من القطعة دي للقطعة دي، طبعا كادر الكاميرا مش جايب الجزء كله، من القطعة دي للقطعة دي بقى عندي 40 سنتي زي ما وضحت لك. هنرتفع بالاسطر، هوضح لك دلوقتي. هنبدأ دلوقتي مع بعض نشتغل. هنشتغل ازاي؟ انا بالنسبة للادوات اللي هستخدمها، انا هشرح لكم بخيط، بس يفضل ان انت تستخدمي خيوط قطن فتلتها متوسطة السمك، وبتستخدمي معها ابرة بداية من 4 ملليمتر، وممكن تكبري مقاس الابرة درجة او درجتين على حسب ما انت حابة. فانا بالنسبة لي بستخدم خيوط صوف. تمام، وطالما بنشتغل كذا لون في نفس القطعة يفضل نفس مقاسات الخيوط، يعني نفس سمك الخيط تشتغلي بيه. لو هتشتغلي على خيط رفيع يبقى هتشتغلي على فتلتين. تمام، انا كده وضحت لك كل حاجة وكل خطوة بالتفصيل. تمام، وهنبدأ دلوقتي مع بعض نشتغل. هنعمل علشان نكون اول قطعة او اول جزء من الهوت شورت، هشتغل 5 غرز سلسلة، 1 2 3 4 5. بدخل في الغرزة كده وبقفل بغرزة منزلقة كده بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده برتفع ب2 سلسلة. تمام، وباخد لفة على الابرة. هنشتغل جوه الحلقة الدائرية ديت اللي انت شايفاها، بدخل جوه الحلقة الدائرية بشتغل فيها غرزتين عمود بلفة، لان الاتنين سلسلة بعتبرها اول غرزة عمود بلفة. ادي واحد، ادي كده الغرزة التانية، والغرزة التالتة اهي بالشكل ده كده، 3 غرزة عمود بلفة. الخطوة اللي بعد كده هشتغل 2 سلسلة، 1 2، وباخد لفة بنزل 3 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 بالشكل ده. بعد كده 2 سلسلة، وباخد لفة بنزل بعمل 3 غرزة عمود بلفة، 1 2، ادي كده الغرزة رقم 3 بالشكل ده. تمام، الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه؟ انا بحتاج اكون 3 فراغات، ادي فراغ 2، علشان اكون الفراغ الثالث بعمل 2 سلسلة وبشتغل اخر 3 غرزة عمود بلفة في الفراغ. تمام، واحد، اتنين،
اتنين تلاتة بالشكل ده. كده كوننا 3 فراغات، الفراغ ده والفراغ ده والفراغ ده زي ما انت شايفة كده بالشكل ده. هنشيل القطعة دي عشان الشغل بتاعنا يبقى واضح. ادي كده كوننا 3 فراغات. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نشتغل على الفراغات دي. علشان اشتغل على الفراغات دي هرتفع ب4 غرزة سلسلة، 1 2 3 4، وباخد لفة بنزل في الفراغ بعمل فيه 3 غرزة. هنعمل غرزة صدفة في الفراغ اللي هي عبارة عن 3 غرزة عمود بلفة، 1 2 كده 3، بعد كده 2 سلسلة، 3 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. بعد كده الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه؟ بعد ما اشتغلت الجزء ده او عملنا القطعة دي بشتغل 2 سلسلة، تمام؟ لا، هو هنا علشان نوصل من فراغ لفراغ هنشتغل غرزة سلسلة واحدة بس، تمام؟ فهنعملها ازاي؟ بعد كده هنشتغل كمان في غرزة الصدفة او في الفراغ ده هنعمل غرزة صدفة كمان، تمام؟ ادي كده بالشكل ده بدخل في الفراغ بعمل فيه غرزة الصدفة بتاعتنا اللي هو 3 غرزة عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. تمام، ادي كده كونت غرزة الصدفة. علشان انتقل للقطعة التانية او الفراغ التاني بعمل غرزة سلسلة وبكرر نفس الخطوات اللي هو غرزة الصدفة، 3 غرزة عمود بلفة، 1، ادي كده 2 3، بعد كده 2 سلسلة في نفس الفراغ، 3 غرزة عمود بلفة، 1 2، ادي كده 3 بالشكل ده. والخطوة اللي بعد كده بعمل غرزة سلسلة وعندي 3 أعمدة بلفة، ادي 1 2 3، بدخل في غرزة العمود وبعمل فيه غرزة عمود بلفة بالشكل ده علشان اكون فراغ كمان. فاحنا بنرتفع بالقسط كده بنفس الطريقة. الخطوة اللي بعد كده هرتفع ب2 سلسلة، هنبدأ ان احنا نعمل التزايد بتاعنا. والتزايد بتاعنا بنعمل ايه؟ بندخل في الفراغ بنعمل فيه 3 غرزة عمود بلفة، 1 2، تمام؟ والغرزة رقم 3 اللي هو 2 سلسلة ارتفاع. الخطوة اللي بعد كده هبدأ ان انا اشتغل ازاي. هعمل ايه بقى؟ هعمل غرزة سلسلة بالشكل ده، وباجي هنا في الفراغ بتاع غرزة الصدفة بنكون غرزة صدفة كمان اللي هو عبارة عن 3 غرزة عمود بلفة كده، الغرزة رقم 3، بعد كده 2 سلسلة في نفس الفراغ، 3 غرزة عمود بلفة كمان، تمام؟ الخطوة اللي بعد كده هعمل غرزة سلسلة، تمام؟ بعد غرزة السلسلة هنعمل ايه؟ باجي بدخل في الفراغ ده هشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة، تمام؟ بعد كده بعمل غرزة سلسلة بنزل في الفراغ اعمل فيه غرزة صدفة. احنا الفراغات اللي ما بين الصدفات بنعمل فيها 3 غرزة عمود بلفة سلسلة وبننتقل على الفراغات اللي بعد كده، لكن اي فراغ فيه غرزة صدفة بنعمل فيه غرزة صدفة اللي هو عبارة عن 3 غرزة عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 غرزة عمود بلفة. دي كده الغرزة رقم 3، بعد كده 2 سلسلة في نفس الفراغ، 3 غرزة عمود بلفة، تمام؟ بعد كده بعمل غرزة سلسلة. الخطوة اللي بعد كده بنتقل في الفراغ بعمل فيه 3 غرزة عمود بلفة، سلسلة، بعد كده بننزل فوق غرزة الصدفة بكرر نفس الخطوة، غرزة صدفة كمان اللي هو 3 غرزة عمود بلفة، بعد كده 2 سلسلة في نفس الفراغ، 3 غرزة عمود بلفة، تمام؟ بعد كده بعمل غرزة سلسلة وفي آخر فراغ بيقابلني بكون فيه 3 غرزة عمود
بلفة تمام بالشكل ده زي ما انت شايفة اهو. كوننا فراغ التاني، اي عملنا صدفة التانية التالتة، وما بين كل صدفات بيبقى اعمدة بلفة، تلاتة اعمدة بلفة، بس بيبقى فيه فراغات بالشكل ده زي ما انت شايفة تمام. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نشتغل ازاي. انا هنا ارتفعت زي ما وضحت لك كده بثلاث اسطر، ادي سطر اتنين، ادي كده تلاتة، بنفس الثلاث اسطر هنبدأ نغير اللون ونشتغل برضو بنفس الطريقة. اي فراغات ما بين الغرز او الفراغات اللي ما بين الصدفات بنعمل فيها ثلاثة غرزة عمود بلفة زي ما انت شايفة كده، والفراغات بعد كده اللي فوق غرزة الصدفة بنكرر وبنعمل غرزة صدفة كمان. هنبدأ دلوقتي نغير اللون. علشان اغير اللون وانتقل من لون للون، اخر غرزة في السطر عندنا بنعمل فيها ايه؟ بشتغل فيها نص غرزة العمود بتاعي، يعني انا باخد لفة على الابرة كده وبنزل في الفراغ وباخد لفة واطلع من ابرة واخد لفة واطلع من حلقتين. هنا عندي كده كده في عقدة في الخيط هقصها تمام. باجي بدخل بخيط جديد باللون الجديد، هنبدأ ان احنا نقفل السطر بتاعنا تمام، او نقفل الغرزة بتاعتنا بتاعت غرزة العمود بلفة. بنعمل حلقة دائرية كده بالشكل ده وبنقفل مع بعض تمام بالشكل ده زي ما انت شايفة. بعد كده بعمل ايه؟ بعمل عقدة كده بسيطة بربطها تمام علشان نأمن الخيط بتاعنا. الخطوة اللي بعد كده بعد ما عملنا الخطوة دي هرتفع بأربعة غرزة سلسلة علشان أكون فراغ، واحد اتنين تلاتة أربعة، وباجي في الفراغات اللي ما بين غرزة الصدفة زي ما احنا متفقين بنعمل فيها تلاتة غرزة عمود بلفة، بعد كده سلسلة، بننتقل على الفراغات أو غرزة الصدفة بنكرر بنعمل فيها غرزة صدفة كمان اللي هو تلاتة غرزة عمود بلفة اتنين سلسلة في نفس الفراغ تلاتة غرزة عمود بلفة كمان تمام. وبكرر الخطوات كده فوق كل فراغ ما بين الصدفات بنعمل كده، وبترتفع بالاسطر على حسب الالوان، على حسب كل لون انت حباه يبقى قد ايه. في لون تحبي ان هو يبقى لون واحد سطر واحد بس، في لون ممكن تحبي ان هو يبقى كذا سطر، فبترتفع بالاسطر كده على حسب ما انت حابه. وبنكرر الخطوات دي لحد ما بتوصلي نفس مقاس القطعتين كده تمام. زي ما وضحت لك بتشوفي مقاس دوران الهنش وبتقسميه على اتنين، وليكن مثلا طلع معاكي 80 سنتي طلع معاكي 90 سنتي، فبتقسمي الجزء بالمزورة على اتنين، بتعملي كل قطعة بتوقفي فيها الشغل بتاعك لحد ما الجزء بتاعك من الجزء ده للجزء ده، يعني من الصدفة دي للصدفة دي، تبقى معاكي نص مقاس دوران الهنش. انا بالنسبة لي دوران الهنش 80 سنتي فبشتغل 40 سنتي، فانا بكرر الخطوات دي ولحد ما بكرر اعمل جزئين تمام. فانا هخلص الجزء الثاني وهنرجع مع بعض نقفل القطعتين مع بعض ونكون الهوت شورت بتاعنا. طيب انا كده وصلت للجزئين زي ما وضحت لك كده، ادي جزء وادي الجزء. بعد ما بتكوني الجزئين هنبدا ان احنا نشبك القطعتين في بعض، بنشبكهم في الجناب، الجنب ده والجنب ده تمام. في طريقتين بالتشبيك، اما ان انت بتشبكيها بابرة التنظيف، وانا برجح الطريقة دي عشان تبقى اسهل بالنسبة للمبتدئات تمام، واما ان انت بتعمليها بغرزة المنزلقة، الغرزة والغرزة المقابلة ليها. فاحنا هنشبكها بابرة التنظيف وهشبكها معاكم باللون مختلف علشان تبقى واضحة بالنسبة لكم تمام. هنبدأ نشتغل ازاي براس القطعة كده، الجزء ده هيبقى الفتحة بتاعة القدم الاولى، وده الحردة بتاعة الحجر، ودي الفتحة بتاعة القدم التانية، وده الجنب ده تمام، وده الجنب التاني. هنبدأ نشبك ازاي بقى؟ بدخل في الفراغ او في الغرزة والغرزة المقابلة كده تمام، وبنبدأ ان احنا نشبك عادي
كده بالشكل ده الغرزة والغرزة المقابلة، وبنبدأ نشبك التشبيك بتاعنا العادي اللي هو احنا بنعمل بالإبرة، كأنك بتخيطي قطعتين في بعض بالإبرة عادي جدا. طريقتها سهلة وبسيطة جدا جدا، انا حبيت اعملها لكم بلون مختلف علشان تبقى واضحة بالنسبة لكم ازاي بالشكل ده زي ما انت شايفة. فانا هوصل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر بالشكل ده، الغرزة والغرزة المقابلة، وبنبدأ ان احنا نشبكهم كده عادي جدا. هكمل لنهاية السطر كده بنفس الطريقة، تمام، وهعمل الجنب ده برضو بنفس الطريقة. هنرجع مع بعض نقفل القطعة بتاعتنا كده، نعمل الجزء بتاع الوسط، ونكرر نعمل الجزء بتاع الحردة بتاعت الحجر. طيب انا كده قفلت الوسط كده او الجنب كده، الجنبين بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي نعمل الحردة بتاعت الحجر. علشان نعمل الحردة بتاعت الحجر هنشتغل ازاي؟ بتحددي اللون اللي انت هتشتغلي بيه، اي لون انت حابة تشتغلي بيه، بناء عليه هنجي نشتغل اعمدة بلفة. هوضح لك ازاي دلوقتي. بندخل في اي غرزة كده من الغرز اللي عندنا، برتفع هنا، هرتفع الاول، هنثبت الخيط بتاعنا كده غرزة الامان، تمام. وهنا بقى عشان في فراغ، فهنا هرتفع بثلاثة غرزة سلسلة، هنشتغل في الفراغات اللي عندنا، تمام. نعمل غرزة جراني، واحد اتنين تلاتة، بترك التلات اعمدة دول وبدخل في الفراغ، بعمل تلاتة غرزة عمود بلفة، تمام. سلسلة الفراغ اللي بعده تلاتة غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، بعد كده غرزة سلسلة الفراغ اللي بعده تلاتة غرزة عمود بلفة. بالشكل ده لحد ما بوصل فين بقى؟ لحد ما بوصل للفراغ ده، تمام. فانا هكمل كده بنفس الطريقة، فوق كل فراغ هنعمل تلاتة غرزة عمود بلفة، سلسلة تلاتة غرزة عمود بلفة، لحد ما بوصل للفراغ اللي هو بتاع غرزة الصدفة ده. وهنرجع مع بعض اوضح لك هنشتغل ازاي. وصلت كده انا لاخر فراغ كده اشتغلت فيه تلاتة غرزة عمود بلفة، هعمل غرزة سلسلة، هاجي في الفراغ ده، الفراغ ده هشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة بس، مش هنعمل غرزة صدفة، لا. هوضح لك ازاي. ادي واحد اتنين تلاتة، تمام. بعد كده هعمل اتنين سلسلة اكني هعمل غرزة صدفة، بس هكمل التلاتة غرزة عمود بلفة في الفراغ المقابل ليه على طول، علشان نعمل الحردة بتاعت الحجر بتاعتنا اهو. يعني هنا مش هنكمل، هنكمل هنا، هدخل هنا وهعمل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة، بس بنعدل القطعة بتاعتنا علشان نشتغل في المظبوط، تمام. ادي كده اتنين تلاتة، تمام. ممكن ان نلاحظ ان الحتة دي او الجزء ده كبير معانا، لكن لا، هو ده علشان يكون لنا الحردة بتاعت الحجر بتاعتنا. الخطوة اللي بعد كده هنشتغل عادي جدا، فوق كل فراغ هنعمل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة، تمام. سلسلة هنا لسه في غرزة تاني، اوكي. سلسلة الفراغ اللي بعده تلاتة غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، سلسلة تلاتة غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة،
سلسلة وهكذا لحد ما بنوصل للفراغ ده، وبعد كده هنقفل بمنزلقة. فأنا هوصل لنهاية السطر كده بنفس الطريقة وهرجع أوضح لك بقى هنشتغل إزاي. أنا كده وصلت لآخر فراغ عندنا. الفراغ ده أنا ارتفعت فيه بتلاتة غرزة سلسلة. فأنا هعمل إيه؟ هعمل 2 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 تمام، وبقفل بمنزلقة في السلسلة رقم 2 من سلاسل الارتفاع كده بالشكل ده تمام. كده كوننا السطر بتاعنا. الخطوة اللي بعد كده ممكن ترتفعي سطر وممكن تكتفي بالسطر ده على حسب ما انت حابة تمام. فانا هكتفي بالسطر ده علشان اوضح لكم الشكل التاني. ممكن ترتفعي كام سطر على حسب ما انت حابة، ممكن كمان تغيري اللون بتاعك. فانا بس كده على حسب، على قد ما اشرح لكم بس كده القطعة بتاعتنا ازاي بترتفي عادي جدا، بتشتغلي فوق كل فراغ غرزة الجراني بتاعتنا العادية. طيب علشان نشتغل الجزء ده هنعمل ايه؟ هشرحه لكم من الفراغ ده بحيث ان احنا بنكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر. بدخل كده في اي فراغ بعمل فيه 3 غرزة عمود بلفة، مترفع ب2 سلسلة وكمان 2 عمود بلفة، ال2 سلسلة بمعادل غرزة عمود بلفة. بعد كده بعمل غرزة سلسلة، بناجي في الحردة بتاعة الحجر ديت. الحردة بتاعة الحجر دي او الجزء ده بدخل في الفراغ ده بعمل فيه 3 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 تمام. بعد كده غرزة سلسلة. في عندنا هنا الفراغ اللي في الحجر ده بدخل فيه بكرر نفس الخطوة كمان، 3 غرزة عمود بلفة، 1 2 3. بعد كده غرزة سلسلة، بنشتغل عادي جدا فوق كل فراغ 3 غرزة عمود بلفة سلسلة، 3 غرزة عمود بلفة سلسلة لحد ما بنوصل لنهاية السطر بتاعنا كده بنفس الطريقة اهو. تمام، بكمل كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر. فأنا هكمل لنهاية السطر كده بنفس الطريقة تمام، وهرجع أوضح لك هنعمل الجزء بتاع الوسط بتاعنا إزاي. انا كده انهيت السطر كده زي ما وضحت لكم. الحردة بتاعتنا بتبقى بالشكل ده. حابة ان انت زي ما وضحت لك ممكن تعمليها 3 اسطر يعني من كل سطر لون تمام. جيت هنا اشتغلت على الاطراف، اشتغلت غرزة حشو تمام، فوق كل غرزة غرزة حشو علشان احدد القطعة بتاعتنا هنشتغل الجزء بتاع الوسط بتاعنا ازاي. هنشتغله بقى ازاي؟ باجي كده بعد ما بنشتغل غرز الحشو بتاعتنا، فوق كل غرزة حشو هنرتفع كده بحسب ما انت حابة اللون اللي انت تشتغلي بيه تمام. هرتفع ب2 سلسلة، 1 2، وهشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة عمود بلفة. الغرزة اللي بعدها عمود بلفة كده بالشكل ده. كل غرزة حشو غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر بتاعي. بالشكل ده كده هكمل كده بنفس الطريقة على الأطراف كلها كده، فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل للغرزة دي كده كلها كده. هكمل كده فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة تمام، وهرجع أوضح لك هنشتغل إزاي وهنكمل باقي الأسطر بتاعتنا إزاي.
طيب احنا كده بعد ما بنوصل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر، بعمل ايه؟ بدخل في السلسلة رقم 2 من سلاسل الارتفاع وبقفل كده بمنزلقة. الخطوة اللي بعد كده ادي الشكل بتاع السطر بتاعنا بيبقى بالشكل ده، تمام؟ زي ما انت شايفة. الخطوة اللي بعد كده هنرتفع باتنين سلسلة، هنعمل غرزة بريد امامي وغرزة بريد خلفي. ممكن تشتغلي عادي جدا فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة، بس انا حابة ان هي تبقى ببريد امامي وبريد خلفي علشان تلم لنا الوسط بتاعنا. دي بتبقى بريد خلفي، هوضحها لكم كده. ادي كده انا بعد ما ارتفعت باتنين سلسلة، تمام؟ بعد ما بنرتفع بالاتنين سلسلة كده بالشكل ده بعمل دي بريد امامي. البريد الامامي بنعملها ازاي؟ بناخد لفة على الابرة وبندفع الغرزة كده للامام كده بالشكل ده، وببدأ ان انا اعمل غرزة عمود بلفة، تمام؟ دي بريد خلفي، تمام؟ اللي بعدها بريد امامي، بريد خلفي، بريد امامي بالشكل ده، واحدة بريد امامي واحدة بريد خلفي، لحد ما بنوصل لنهاية السطر كده بنفس الطريقة. هكمل كده بنفس الطريقة، واحدة بريد امامي واحدة بريد خلفي، لحد ما بوصل لنهاية السطر. هرجع اوضح لك الشكل النهائي للهوت شورت بتاعنا هيبقى ازاي. هو طريقته سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. لو انت متقنه غرزه الجراني بناء عليها هتقدري تعملي الهوت شورت ده بكل سهوله. وانا طبعا شرحت لكم غرزه الجراني بالتفصيل، هسيب لكم لينكها في الوصف اسفل الفيديو للي حابه تتعلم غرزه الجراني قبل ما هي تعمل الهوت شورت دوت، تمام؟ هكمل كده بنفس الطريقه لنهاية السطر وهرجع اوضح لك الشكل النهائي هيبقى ازاي. طيب انا كده وصلت لنهاية السطر، واخر غرزة في السطر كانت عندي غرزة بريد خلفي. بعمل ايه؟ بدخل بعد كده في السلسلة رقم 2 من سلاسل الارتفاع وبقفل بمنزلقة. الخطوة اللي بعد كده بترتفع بالاسطر فوق كل غرزة بريد امامي بريد امامي، فوق كل غرزة بريد خلفي، بتعملي بريد خلفي لحد ما بتوصلي للطول القمر اللي انت محتاجاه، تمام؟ بعد ما توصلي طول القمر اللي انت محتاجاه بعد كده خلاص كده انهينا الهوت شورت بتاعنا. على حسب طول القمر بتاعك انت حباه يبقى ازاي، وممكن كمان تدخلي كذا لون في الجزء دوت، تمام؟ سوري، ممكن تدخلي كذا لون، يعني الوان الهوت شورت ممكن كل سطر تعملي لون على حسب ما انت حابه، تمام؟ والشكل النهائي بيبقى معانا بالشكل ده، تمام؟ طريقته سهله وبسيطه جدا جدا، ما فيهاش اي صعوبيه. وبكده بقى انتهيت من طريقه عمل هوت شورت بغرزه الجراني. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهايه الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقه عمل هوت شورت بطريقه سهله وبسيطه. لو عندك اي ملحوظه او استفسار تقدري تسيبي كومنت اسفل الفيديو، او على صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي لينك موجود في الوصف اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لعجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي لينكات موجوده في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا اله الا الله.